السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ احنا متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة يا رب العالمين. اهلا بيكم في قناتي، قناة مملكة ميرو. النهاردة هنعمل مع بعض سمك البوري بزيت والليمون، سهلة جدا وصحية وهتعجب كل العيلة. يعني نقول بسم الله ونبدأ. هنا عندنا سمك بوري، انا غسلاه ومنضفاه وفتح قلبه، وهنا سمك دينيس، وهنا عندنا ده ليمون على زيت، ده يعتبر حوالي 3 ليمونات على زيت. توابل مشكلة، بابريكا على كمون على كزبرة على ملح على فلفل. هنا عندنا الخضار، عندنا هنا ثوم، ليمون شرايح، فلفل، بصل. يعني نقول نبدا نقول بسم الله. هنا انا اول حاجه نحطها، نحط الثوم في الكبه. بسم الله. ونحط التوابل كلها عليها. بسم الله. ونحط شويه خل. نحط شوية خل كده، وهنضرب كل الحاجات دي كلها في الكبة. هضرب وارجع لكم تاني. نحط هنا بقى الفلفل وهنضرب تاني. هنتبل بقى السمك، التتبيلة اهي عملناها في الكبة. نتبل بقى السمك كده، هنتبل برضو الدنيس برضو. من فوق كده ومن تحت، البولي برضو من فوق تحت كده. هنا هنعمل شرايح كده في سمك الدنيس كده، عشان نحط فيها التتبيله، نحط فيها كده الليمون كده كده. طريقه سهله خالص، عملنا شرايح اهي، هندخل جواها التتبيله، نحط فيها الليمون. هنجيب بقى الصينيه اللي هنعمل فيها. نحط فيها شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت كده فيها، وهنحط شرايح البصل. شرايح البصل كده، وشوية فلفل. نعملها بس أرضية كده في الصينية، عشان بس السمك ما يلزقش. نحط بقى شرايح بطاطس هنا، انا مقطعها على فكره رفيع، مش شرايح تخينه، عشان تستوي معانا بسرعه كده. ونحط شويه من التتبيله كده على وش الخضار ده. كده يطعم كده الدنيا. هنا حطينا السمك الدنيس لوحده، وهنا سمك البوري حطيناه، رصيناه على الخضار اللي احنا حطيناه. هنا بقى زيت والليمون، هنحط عليهم شويه ملح صغيرين كده، شويه ملح. هنحط شويه تتبيله اللي احنا عملناها دي، بتدي طعم حلو قوي ليها كده. يعتبر هنا في ايه، ليمون وليمون وزيت وتتبيله. نحط بقى رشه كده على وش السمك. بسم الله. طريقه صحيه وجميله، وينفع لبتوع الرجيم كمان كده. تعرفين السمك فيه اوميجا 3، مفيد جدا للجسم كده. نحط زيت والليمون كده، ونحط بقى الليمون على الوش كده كده، شرايح الليمون. ممكن ندخل الليمون كده في الدنيس عادي، ممكن على الوش عادي. هنا هو ظبطنا الصينيه، حطينا هنا فلفل وشرايح ليمون على الوش، وهنا برضو نفس الشرايح البطاطس والليمون والفلفل والبصل. هنلفهم بقى بورق الفويل، ندخلهم الفرن كده. نتقطع
خلينا نكون غير مستني. هنا هو بقيت زيت والليمون، حطيت عليه شويه بابريكا، هتبل بحط كده على الوش عشان وش السمكه يحمر يبقى شكله حلو كده. بابريكا بس على الزيت. هنغطي عليه بورق الفويل كده، نظبط بس تاني ونغطي عليه بورق الفويل عادي. ندخله بقى الفرن لغاية ما يكون السمك يستوي. ده الشكل النهائي هو السمك بتاعنا النهارده. سمك صحي وجميل وطعمه جميل جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي وهتعجب كل العيله عندكم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.